شكرا جزيلا على تهنئتك. كانت مباراة صعبة جدا، وأعتقد أننا لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول وبسيطرة وتحكم في مجريات اللعب والمباريات، وحققنا أيضا فارق كبير وانتهاز واستغلال الفرص، ولكن ربما في الشوط الثالث ارتكبنا بعض الأخطاء، ولأن كانت هناك ضغوط الاتحاد وضعها على الفريق وكنا نريد العودة إلى المباراة، وكان يجب أن نتخطى ونتغلب على الكثير من الأخطاء، ثم عدنا للسيطرة مرة أخرى وللسيطرة على إيقاع المباراة. وأنا سعيد باللاعبين وعلى ما حققوا والجماهير الموجودة هنا. ما هو السبب أن الشوط الثالث والرابع فإن الحالة البدنية للاعبين لم تكن بنفس القدر من البداية، وكانت النتيجة صعبة جدا مع الخصم بفارق ربما 10 نقاط، ثم عدت إلى المباراة، كيف ترى ذلك؟ أعتقد ومن خبرتي، لأنك كما تعلم خبرتي قليلة في الكرة هنا المصرية، ولكن هذا أمر طبيعي يحدث لأن المباراة ليست عليها سيطرة كبيرة، يمكن تتغير مجريات المباراة بين لحظة وأخرى لأسباب عديدة. وكما قلت أنا أتمنى ورغبتي أن فريقي يستطيع استعادة المباراة مرة أخرى في تلك اللحظات الصعبة، وأن يجد أيضا القوة على العودة سريعا وتعويض الفارق، وأن يؤدي بشكل دفاعي قوي. في آخر 5 ثواني كانت مباراة خاصة، نعم كنا متقدمين بنقطتين والاتحاد كان لديه أيضا الكرة، وبالتالي أعتقد أننا شكلنا دفاع قوي وسيطرنا على هذه الهجمة المضادة وغلق المباراة أمام الخصم، وبالتالي كنا 4 نقاط متقدمين، وبالتالي لم يكن يستطيع العودة للمباراة، ولكن الفارق في آخر 30 ثانية ربما يظهر القوة الدفاعية للفريق. ماذا تقول للاعبين في غرفة الملابس؟ أنا قلت للاعبين هذا الفريق أنا أعرفه لفترة قصيرة، ولكن أعرف أنهم قلوبهم على الفريق داخل أرض الملعب، وستستطيع أن نفوز على أي فريق في الدوري المصري، ولدينا القدرة على التغلب على الجميع ونستمر في الانتصارات المستمرة. وأنا قلت لهم يجب أن يكون لدينا نفس العقلية ونفس التفكير في كل مباراة لتحقيق الفارق والفوز دائما. شكرا جزيلا لك.